السلام عليكم ورحمة الله. حاليا نحن مشروع دواجن العرب تابع لسيد محمد الحسيني. السلام عليكم سيدنا. السلام ورحمة الله. شلونك سيد؟ هلا بالسيد. شلون صحتك؟ شلونك؟ وعليك. الله يحفظك. الله يسلمك. ما في مرة كورونا ماكو سلام. شلونك؟ اي بعد تنسوا هاي الوضع. الله يحفظ سيدنا حبيبي. الله يسلمك. الله يخليك تسلم. خوي سيد والله جينا اليوم حتى نراوي العالم هاي المشاريع الناجحة النامية الصغيرة اللي ما مسلط عليها ضوء يعني. فقلت خليني أمر عليك اليوم. حياك الله وأهلا وسهلا. الله يسلمك. حتى سولف لنا عن هذا مشروعك مال دجاج العرب، مو الدجاج اللاحم ولا البياض، دجاج العرب. أنا بخدمتكم. يعني شنو خطتك؟ الله يسلمك خادم ربك. شنو خطتك المستقبلية لهذا المشروع؟ يعني شنو ببالك أنت؟ شنو راح تقدمه؟ يعني احنا هاي الحقول بنيناها مو على اساس هذا المشروع، بنيناها على مشروع اساس مشروع الدجاج الابيض اللاحم. نعم. بس تدري هاي تغيرات السوق والدولار وغيره، وهذا الدجاج اللاحم يتحكم بالدولار يعني. نعم. فصاحب راس المال، راس المال جبان مثل ما يقولون. راس صحيح. المال جبان يخاف يفوت بهيك شيء، يعني هو مغامره يسموها قمار هو. بس فحولنا المشروع، طبعا هي خطوه اولى وما صايره يعني بالعراق. اتصور بمصر ماشيين بها، بس بالعراق ما اتصور صايره، ما سامعين حتى باليوتيوب ماكو. واكثر ما يخلي 100 ومو محقق. صحيح. فاحنا غيرت المشروعان، سويت خليت مجموعه من الدجاج البالغ ديوتش الدجاج الحدود 160 170 وحده، وجبت دجاج 3000 طير. نعم. عمر شهر شهرين ل 10 ايام يعني. بن الكبار خبطن وياهن. السبب الكبار حتى علمنهن، حتى يعلمنهن شو اسمه، حتى يعلمنهن يعني الاكل وطريقه صحيح معيشه اي شيء، وطريقه الاكل عفوا التكاثر والتناسل بيناتهم. لان ذن صغار ما يعرفون. صحيح. وذن حتى يخافون من الطير، الكبار يخافون من الطير، فيعلمهن شلون يشردون من الطيره يعني. هذا شلون نقول مدربين بنا. مدربين. هسه لا تردون اشوفكم مشروع. يلا يلا توكل سيدي. طبعا بالمناسبه انا هاي قاع ديوان مزارعها جت مثل ما تشوف، وبها نخل برحي كلها برحي وتفاح. هو مشروع يعني استثماري بشكل جيد، زراعي واستثماري بشكل جيد. تدري نخيل البرحي مو بالهين يعني. صح. يعني كلفنا هواي، وهذا تفاح شرابي زرعت حدود 350 نخلة برحي و 300 تفاحة، وزارعة جت. الجيت ما عندي حلال، عندي قليل يعني بعض الأبقار، بس الجيت هذا حتى هذا الطير أخليه أول ما أجيبه عمره شهرين لعشرة أيام، قيمي 15 يوم علف على ما يتعلم، لأنه متعلم على البروتين، على ما يتعلم على الخضار. صحيح. بعدين بس مي ما أنطبع، يبقى منه حد ما يبلغ، يبلغ بعمر 5 أشهر ونص. يعني 3 أشهر ونص هاي ما أخسر عليه مجرد سقي. اولا سماد القاع دمن مالتهم، فضلات مالتهم سماد القاع ويحيان القاع، وانا مستثمر الحقول مالتهم بشكل جيد. ثانيا جدول اقتصادي، اذا تريده يبيض عندك وتبيع ارقب هواي من البياض، يعني البياض ياكل بروتين ياكل هذا على هذا الطبيعه، ولو نسبه البيض اقل، ذاك يبيض بحدود 75%، هذا يبيض بحدود 50-55%. بس اذا تحسب ال 1000 دجاجة بيض 500 بيضة، طبقة البيض الوحدة بهذا أقل شيء بالجملة أقل شيء بعشرة. صحيح. والبياض بأربعة 3.5. صحيح. بأربعة بالهواية هسه مصعد السوق الجبار، وياكل بروتين بفظاعة. هسه إذا تلاحظ ذني بس صورهن، بس صورهن هاي الدجاج البيضة، هذا يتغذى على هذا الشيء. وشوف الدجاج نشط، وطبعا تجي صحة لأن غذاء طبيعي. هي على الجو الصحيح هذا بعد. والجو صحيح، وهاي ليل مع النهار أنا الحق مفتوح، تريد طب الطب. مطلوب لقاحات ماكو، لقاح مجرد الرسمي يعني كل 6 أشهر. بعد ماكو علاجات، ما عندي مقوي علاج، هاي الشمس هي مقوية وهالعلاج. صحيح. تريد انت مثلا، انا الطير هذا يطلع عليه ب 2000 دينار. هنقول هو تكلفته 3 أشهر، هو ما يكلف نهائيا ربع دينار تقريبا، انا اقول 1000، هيطلع عليه ب 3000. بالقليل هسه بالسوق بالمفرد الدجاجة ب 13 بالقليل. صح. فاحنا نقول بتجونا ب 10. فهو ارباح الطير الواحد 7000. والهلاكات جدا قليله يعني، بس اول فتره نجي نتغير عليه الجو من البروتين الى هذا، فالضعيف والكذا
يعني يتأذى، بعدين ما تصير هلاكه، يعني انتهت هاي الشمس تعتبر علاج له. صحيح. وينهدم برا يتعلم من التراب بحسن بالقاع وياكل هذا الاكل الطبيعي، وتاخر اشوفكم طريقه اكلهن وترتيبهن. طبعا هاي الطريقه انا جاها ذبيتها قبل 3 ايام، هاي بعدني على الطريقه البدائيه، يعني انطيهم اكل علف حتى ياكل علف وشوي لقطه من الجت وهذه. صحيح. الى ان يتعلم 15 يوم بعد انتهت خلاص. صحيح. زين سيد، انت قلت هاي كمرحله اولى، مرحله ثانيه انت شنو خطتك لها يعني بالدجاج هذا؟ هذا مرحلتين على حسب صاحب راس المال، يعني هسه انا تفكيري يوصل درجه البيض من يبشر بعد 3 اشهر بالضبط ان شاء الله. بعد انا اتوكل ابيع، اجيب الناس اللي اختصاص يبيعون الدجاج يعني بياض عرب. طبعا هو اقول لكم شغله، هذا الدجاج العرب انا راح انقرض من البلد، لان بدا يدخل عليه الايراني وغيره، فالدجاج العرب اصله قليل. احنا لازم هاي المشاريع اولا لا تحتاج جدوى اقتصاديه، صاحب الارض جدوى اقتصاديه جدا عاليه بيه، لان هو ناكل بلاش هلاكات ما بيه، يكبر 3 اشهر وراح تبيع، تريده بيض هو يبيض 50% على هذا الطبيعه 50%، اذا تطي وصلت 70 اذا تطي الاعلاف في المركزه وغيرها. صح. فانت 50% 40% انت الالف يبيض عندك يوميا 400، 400 يعني 400,000، الالف 400,000 يوميا، اذا هسانه مثل ذا ب 3000، اذا 40% هي يعني ما موجوده هاي النسبه، بس انا اقول لك فرضا اذا 30% مو 40%، 30% انت يوميتك 900,000 من 3000. 900,000 راس مالهم مو كبير، يعني هسه هذا كل هذا ما يوصل 5 ملايين. قد عدد هندن سيد؟ 3000. 3000 طير عرب؟ 3000 طير عرب، غير الكبار 160. لان خلي يوصل راس مالهم خلي يوصل يعني 5 ملايين كلهم. كلهم 5 ملايين. و5 ملايين انتاجهم بعد 3 اشهر. خلينا نقول واصل عليك، واصلت عليك 7 ملايين. 7 ملايين. صحيح. راح يصير انتاجهم بالقليل الصافي 900، شيل منها فد هيش من يمك انت نزل فد 200 يعني او 250. نزل 400. صار عندك 500 باليوم. يعني 500 جاي تحسب نسبة بيض 15% فقط. 17-15%. صحيح. واضح شلون؟ صحيح. فيصير عندك يعني 500,000، 500,000 يعني 15 مليون بالشهر. وانت راس مالك صح. كله من 6 الى 7 مليون بالزايد. صح. خذ لك معلفين، معلفين خاله. هذا لا تشوف خاله شعير. خاله وشعير. ياكلن بطبيعي. هذا خبز يابس، مرات انقعه، مرات انطيهم اياه هيك بهالطريقه هاي. خل اشوفك شنو هذا سبب النقله وانطيهم. تعال سوي، تعال 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 ما شاء الله. طبعا جاي تشوفون انتم دجاج عرب، هاي الافراخ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني اتمنى انه هواي من الناس يتجهون هذا الاتجاه ويشتغلون هذا الشغل. يعني شباب، بالنسبه للشباب هذا الموضوع مو متعب نهائيا نهائيا. انا سويت بس مجرد سيست الارض وخليتها. هسه انا بعد 5 ايام اسبوع بعد ما عندي اي دخول هنا، ما اجي يعني مي مستمر، عامل خليه نظام انه ينزل مي بدون عامل بشري، مجرد تحط تانك يفد ابو الالفين وتخليه هو ينزلهم مي، مي مستمر عندي. ويبقى على الخضار والطبيعه مجرد سقي الارض، هم تسمد الارض الدم منها، هم ياكل هو جت، والجت معروف يعني لا تسال الاطباء البيطريين يقول لك ايش هذا، هو بروتين براس الجت. انت اغلب العلف جت بس؟ جت هو يعني جت هسه تشوف انا زارع جت، هنا ياكل ورق الجت، هو بروتين مو البرسيم، الجت العراقي هو بروتين. فانت متفضل اذا كنت اي شيء زايد فوقه يعني تنطيه تتونس، بس هن كفايتهم يعني بعد 15 يوم من هسه من دخولهم كفايتهم الجت، لان بس مجرد يتعلمون عليها الفتره، لان من بالحق ما متعلمات. صحيح. وما بيتهم برا، انا اخلي الحق مفتوح، تريد تطب جوا هن طبا، ما اللي تريد تضرب برا راحت يعني ما بس. تعال خل نحاول ننطيهم اكل بغير مكان. ما شاء الله حتى ما نقدر نمشي يعني ما شاء الله. هذا بالعلف عصرنا، شوف بالعلف كان علف هنا فعصرنا به. يا دمك تعال ايش راح اسوي؟ انطيهم بالجاع، لان هذني اذا طببناها بهذا عصرنا يعني
اي يتأذن يتأذن فرقة برجع هذا عصرناه الطير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طبعا هذا الدجاج البياض والأساس اللي هسه دخل على العراق هذا متعب يعني ما عنده طريقة متعب جدا يد عليه ويرد هذا الانتاج الوطني الأصلي اي والله اي شيء انتاج وطني هو ممتاز ما شاء الله سيد شنو تختم مقطعنا لهذا اليوم؟ شو تقول شو تحب تقول للشباب؟ أحب واللي عنده حاب يشتغل ويتعاجز ويقول ماكو شغل. نعم سيدنا انا احب الشباب اللي يقول ماكو شغل والحكومه احنا مو دائما نعتمد على الحكومه ترى مصر دوله اعدادها احنا ولو يعني احنا قدوه للبلاد ان شاء الله بس كما على سبيل المثال مصر تعدادها 100 مليون نسمه تعداد الموظفين بمصر 300 الف اللي ما عنده علم خليه يدخل على على الجوجل وشوف وميزانية مصر 2020 وصلت والحمد لله والشكر الله يبارك بهم وصلت 850 مليار دولار 97% من عنده يعتمد على الحقول الدواجن والزراعة والأبقار والأغنام نسبة المناطق اللي تزرع بمصر 5% ودخلوا شوفوا تأكدوا من هالكلام 5% والباقي صحراء أرض متصحرة نسبة الأراضي تزرع بالعراق أكثر من 67% وتعداد العراق 37 مليون وعدد موظفين العراق 6 مليون فرق شاسع ميزانية العراق 70 إلى 80 مليار يعني مصر أقل من عندنا بعشر مرات 15 مرة بالموظفين أعلى من عندنا بالناتج المحلي بعشر مرات أو 12 مرة تقريبا واحنا نظل نقول ماكو شغل نعتمد على الحكومه الحكومه بحاله ازمه مو ادافع عن الحكومه انا بلد بحاله ازمه فهاي المشاريع مو مكلفه شاب اليوم يقدر يحصل 5 ملايين 4 ملايين هسه ما يقدر بعد عذره يعني هاي المشروع حتى بالسطح يصير بكل مكان يصير يقدر ينتج من عنده يقدر يوصل سن البلوغ 3 اشهر مو هواي 3 اشهر ودحين هذا الخبز اليابس هسه هذا يعني كل شيء ماكو هذا الوزنه مالته 4 قواني انا هسه من الصبح بين 3000 اوكل هنا بقوني ونص جنيه ونص الوزن كله طلع 22000 يعني اكلها 10000 باليوم شيء بسيط جدا بالنسبه للمشروع صحيح. يعني الالف ياكل له نص جنيه تقريبا باليوم من عنده ويا ما يكبرنا لحد اخر شيء اصلا الالف يوصل ياكل جنيه ونص موضوع مو مكلف وحلو والله يبارك بالايد التعمل الله يبارك بالايد اي والله اي والله وشكرا هذا بعد قدامكم مشروع واي شخص يحب يجي ويطلع على المشروع احنا ما عندنا هاي الاسلوب اللي ما يشوف وهذا حسب ما نؤمن به احنا نشتغل مع رب العالمين وين مكانكم سيد؟ طويريد هي تابعة الحلة بس يسموها طويريد طويريد منطقة المهناوية قرية خمسة قريب المملحة منطقة المهناوية قرية خمسة قريب المملحة زحمناك سيدنا حبيبي هلا بالسيد الله ودي يا مرحب يا مرحب يا مرحب وعايش يدك على هذا الشغل سهلا مع السلامة يا مرحب